تاريخي لانه انا بشوف هذول الشباب صبايا وشباب من مخيمات اللجوء اليوم مجتمعين في مخيم الجازون وكلهم بيهتفوا وبيحكوا بصوت واحد احنا لن ننسى اراضينا ولا ننسى فلسطيننا. هذا مبايعه لحق العوده للاجئين انه احنا مخيماتنا وقوتنا فيها سكننا فيها هو وجود مؤقت لا غير. يجب أن نعود إلى أراضينا. لا أحد يملك الحق لمفاوضة باسمنا، لا أحد يملك الحق لتكلم عنا. إحنا أصحاب الحق، نقول سوف نعود. في منتدى الشباب اللاجئ بنستضيف كل مرحلة عند مخيم، واليوم احنا استضفنا كل الأعضاء في منتدى الشباب اللاجئ في مخيم الجرازون، وتم استقبالهم في منتزه الإقبال على بداية المخيم، وكان أولها بداية فقرة ترحيبية وفقرة للأستاذ أيمن الرمحي بيتكلم فيها عن المخيم وعن تاريخه وعن عدده وعن مساحته. وخلال الزيارة تم عرض الأشياء الجديدة للمرة الأولى في لم يتم عرضها في باقي المخيمات، مثل إلقاء الفقرات الشعرية وفقرات غنائية وفقرات دبكي لأزهار نادي الطفل الفلسطيني في مخيم الجلزون. ومن ثم توجهنا إلى متحف محمود درويش لإلقاء البيان للشبكة العالمية للاجئين. هذا كان استماع يعني احنا نصوح عليه كثير. استنى شوي عندكم. نورنا.